النهارده المطلب الاساسي عند نائب الرئيس نائب وزير الداخليه ان احنا بنطالب مراجعه هذه التقارير التي قدمت والاصرار على الحياديه في تقديم الادله الجنائيه السليمه قدام اي متهم مصري. اي متهم مصري يحتاج والقانون يحتم علينا ان احنا نقدم بكل حياديه الادله الجنائيه المظبوطه. انا لو قلت ان القاضي مظلوم امام قانون اعور اقدر اقول المجتمع كله مظلوم امام تدخلات في البنيه الفكريه للانسان المصري وزرع الكراهيه وزرع الاستقطاب انه في جماعه تقدر تستقطب العقول انها تلجا الى بعض الانتهاكات في حق الانسان والانسانيه. فبقول احنا كشعب وكمجتمع محتاجين نقاوم كل الكلام ده ومحتاجين نقف صامدين ونطالب كل المعنيين بالامر، كل من يبني في بناء الفكر الانساني. وزارة التعليم اسمها وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، مؤسسات الدينية، الإعلام، كله يرجع تاني من خلال فكرك، من خلال فكرك، من خلال كل ما تغذي فكرك فيه بالقيم الحقيقية والخاصة بالإنسانية تقدر تاخد القرار الصح. مش أمامنا بس قضية الأطفال المصريين، ولكن أمامنا كمان قضية المديرة المسيحية التي منعت أن تدخل المدرسة بعد أن تمت بنجاح الاختبار لكي تكون مديرة مدرسة في بني مزار. عشان كده بنطالب ارفعوا أيديكم من على عقول البشر اللي احنا بنحاول. احنا قدام منطقة كلها حوالينا عنف، كله بيتقتل بيقتل بعض، سوريا، ليبيا، اليمن، العراق. مش هندي فرصة ان حد يلعب بهذه اللعبة الخطيرة وهي اللعبة الطائفية جواك يا مصر.